امبارح اتكلمنا عن جراج النادي الاهلي وافتتاح جراج النادي الاهلي. يا جماعه من فضل حضراتكم، كل مش جمهور الاهلي طبعا، ولكن لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، الموضوع ده مسبب اذى نفسي لناس كتيره جدا والله بجد. كميه مش عارف اقولها ازاي، ولكن كميه السواد وكميه لمجرد ان حضرتك بتحاول ان تظهر بشكل رائع، وده من حقك كنادي، تنظيم رائع، شكل رائع، الدنيا حلوة، كل حاجة حلوة، الناس مبسوطة وهي قاعدة بتتفرج، فخورين ان احنا بنفتتح جراج بيساعد في المرور ويساعد في سيولة المرور حوالين هذه المنطقة. وزي ما قلت لحضراتكم امبارح، حتى لو بنساعد بلدنا ولو بنسبة صغيرة، النادي الأهلي يعني لو بيساعد بلده ولو بنسبة صغيرة جدا، بنحاول ان احنا نعمل كده، ويعني حاجات جميلة جدا تشوفها وتبص عليها. انا عارف ان في الحاجات دي بتخلي ناس من جواها تبقى مغلولة او عندها سواد من جواها، ان هو مش عارف يعمل كده، مش عارف يصل إلى هذه الدرجة من التنظيم والاحترام، الشكل العام الرائع، مجلس إدارة محترم، وزير رياضة محترم، محافظ قاهرة محترم، الناس كلها محترمة، فأنا مش عارف أوصل لكده، فهعمل إيه؟ زي ما بقول لحضراتكم دايما، لا أنا مش عارف أكسب الأهلي في الملعب، فبعمل إيه؟ فبخبط فيه في اللي بره الملعب، فأنا مش عارف أكسب الأهلي أو مش عارف حتى أتعلم. يا أخي اتعلم، اتعلم التنظيم والاحترام والكلام وكل حاجة، ما عنديش مشكلة على فكرة، والله ما هيبقى فيها حد يزعل، ما فيهاش زعل ولا فيها أي حاجة خالص. فمن فضل حضرتك اتعلم وشوف، ولو عملت حاجة كويسة هنسقف لك. شوف بقى لدرجة إيه، اتعلم من النادي الأهلي وشوف النادي الأهلي بيعمل إيه. أنا مش هرد على حد، أنا الإدارة هنا في النادي الأهلي أو في قناة الأهلي اتخذت إن إحنا هنمشي دايماً على حاجة اسمها الترند الإيجابي. في ناس بتطلع تكتب أي كلام على السوشيال ميديا علشان مجرد إن هي تجمع لايكات وتجمع تعليقات عشان تاخد فلوس. افهموا الكلام ده كويس. في ناس بتكتب أي كلام على السوشيال ميديا علشان تاخد تعليقات، التعليقات كلها سلبية. في فارق كبير جدا جدا بين الترند الايجابي والترند السلبي. الترند الايجابي حاجه زي اللي شفناها امبارح دي، حاجه محترمه، حاجه تخليك تبقى مبسوط وفخور وانت قاعد بتتفرج على النادي الاهلي واللي بيحصل جوه النادي الاهلي، تبقى مبسوط وفخور ان انت عندك في بلدك نادي زي ده بيعرف يحترم اعضائه وجماهيره ومحبيه بهذا الشكل اللي حضراتكم شفتوه. مفيش مشكله ان انا اتعلم منه، مفيش مشكله ان انا اشوف هو بيعمل ايه واحاول اقلده. النادي الاهلي مش هيزعل بالمناسبه، لان النادي الاهلي من 1907 لغايه دلوقتي بيعلم ناس كتير، فتعلمه. ولكن شيل اللي جواك، حاول دايما تطلع اللي جواك، الاسود اللي جواك ده حاول تطلعه علشان تقدر تشوف بعين كويسه وتشوف اللي بيحصل وتسقف وتقول لا كويس. انا عارف ان انت محدش هيعرف من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، عمرهم ما هيعملوا كده، انا متاكد وعارف، ولكن فيهم ناس تقدر تعمل كده. فانا استحاله هطلع ارد على حد عايز يلم فلوس ولايكات على السوشيال ميديا، استحاله يا جماعه. احنا هنا هنتكلم دايما في شكل النادي الاهلي، وعايزين نعمل ايه مع النادي الاهلي، والفتره اللي جايه فيها ايه، والكلام ده فيه ايه، لان هو ده الترند الايجابي اللي بتسعى ليه قناه النادي الاهلي، ان احنا الناس تبقى بتتكلم عن قناه الاهلي ولكن بالشكل الايجابي، مش ان هم داخلين يعملوا يعني زي ما غيرنا بيعمل. فالكلام ده كلام مش منطقي. انا عارف ان موضوع الجراج من امبارح عامل، مش عايز اقول لحضراتكم ايه، عامل قصص وحكايات وروايات، معرفش ليه الحقيقه، هو مجرد مؤتمر أو افتتاح لجراج داخل مقر النادي الأهلي في مدينة نصر. من امبارح للنهاردة الدنيا بالنسبة لبعض من لا يشجع النادي الأهلي محسسنا يعني إن يعني لا، إحنا الموضوع بالنسبة لنا بسيط جدا، بنحاول كل واحد في النادي الأهلي بيحاول أن يؤدي دوره عشان تطلع الصورة اللي أمام حضراتكم اللي شفتوها، هتهالي تاني يا برجاوي، تطلع الصورة اللي حضراتكم شفتوها دي بالشكل والتنظيم الرائع من أول كابتن محمود الخطيب لغايه اصغر العاملين في هذا الامر، هتلاقوا كل واحد بيشوف شغله،
عشان تشوفوا المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده. حاجة بسيطة، كراسي مترتبة، ناس قاعدة على كراسيها، كل حاجة كويسة. المركز الإعلامي، مدير المركز الإعلامي بيتكلم على الستيج، على خشبة المسرح، بيطلع يقول مين اللي هيتكلم، يطلع يتكلم كلمتين وينزل، اللي بعده واللي بعده، الموضوع انتهى، قصينا شريط الافتتاح، شكرا، سلام عليكم، بمنتهى البساطة. فأنا عارف إن الموضوع بالنسبة لناس كتيرة جدا صعب جدا، صعب لبعض من لا يشجع النادي الأهلي أو أكتر الناس منهم بالنسبة لهم الموضوع صعب جدا جدا. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم ما تشغلوش بالكم بالكلام ده، ما تشغلوش بالكم بالإشاعات اللي بتحصل. كل الناس اللي أنا قلت لحضراتكم عليهم دول مكملين بنسبة كبيرة، بنسبة 100% لغاية اللحظة دي. لو في أي جديد هتلاقونا بنطلع نقول لحضراتكم إن في جديد هيحصل خلال الفترة القادمة.